يعني الامر المسكر عليه تقول هذا ليس فنان، يعني هذا تقول عنه ارهابي، بالحق مش فنان. فانا مثل ما حبيت البلد وكرهت من هذا البلد، انا بدي ارجع على هذا البلد مهما كلف الامر لو بعد 100 سنه. عفوا استاذ رامي، يعني بما انه انت بتونس قلت ما عليك شيء وسجلك نظيف وعرفت انك عن طريق الدوله اللبنانيه سيكون لك سجلك نظيف. طبعا. طيب شو بتبرر هذا العمل؟ هل هو تصرف شخصي فينا نقول؟ طبعا هذا تصرف شخصي 100%، الا اذا تم تركيبات، يعني قادرين اي شخص معش بدون اياه بيقدروا يركبوا، يعني في شخص معين موجه له رون اسبوع الاتهام؟ انا ما بوجه اسبوع الاتهام لولا واحد ولا شخص. طب لازم يكون في شخص، في عندك مشاكل شخصيه مع شي حدا؟ هلا يمكن هو عنده مشاكل شخصيه معي انا، بس انا ما عندي مشاكل مع حدا لانه انا بقدر وبحترم كل الناس. انا فاتح شركه العرب لدعم الفنان التونسي، واللي عنده كلام غير هذا يجي يواجهني. سؤال اخير استاذ رون، هل هو سبب نجاح شركة عرب عدم دخول الفكر الفكري؟ طبعا نجاح شركة العرب بتونس هو أثر علي سلبا لمنع دخولي إلى الأراضي التونسية. حرام يظلم فيه شركائنا بتونس اللي هني حاطين كمان معنا من الملايين، حرام يظلموا، وحرام تنظلم كثير من الناس اللي وعدناها بأعمال انتاجية وسفر، فحرام نظلم هذه الناس من خلال لانه شخص ما عاد حب انه ندخل على هذا البلد فيخرب بيوت من الناس. فهو شو الفرق بين شخص تقتله وشخص تمنعه يدخل بيتك ياكل ويشرب وينام لانه بيحبك وبيثق فيك وبيأمن فيك؟ شو الفرق؟ كلامي. او الزوارين اللي بيحبوا كثير من الناس وين ما كان، مش بتونس، بأي بلد بالعالم في ناس بتحب تفوت بالزواري بالدايع. نحن كلامنا واضح، كلامنا مثل عين الشمس. أنا مسامح كل الناس اللي حكوا علي، بس ما رح سامح أي شخص ظلمني. فبتشكركم كثير ويا ربي يكون معكم معنا. شكرا.